لا حديث لهؤلاء الشباب إلا عن الرماية بسلاح السكتون. هواية وشغف جمعهم في هذا المكان ليتنافسوا على لقب أفضل رام في مسابقة المصنعة الأولى للرماية بالأسلحة التقليدية، وذلك على ميدان الرماية التابع لقاعدة البحرية السلطانية العمانية بالثرمد. الجهود التي بذلت من قبل اللجنة المنظمة والفريق هي جهود جيدة، وشارك في هذه المسابقة عدد كبير من الرماة. الرماية استمرت وحققت نتائج جيدة على مستوى السلطنة، واليوم نشاهد مثل انطلاقة هذه المسابقة في هذه الولاية. نأمل إن شاء الله مثل هذه المسابقات تستمر في مختلف محافظات ولايات السلطنة. الرماية بالسكتون رياضة لا تعتمد في أدائها على اللياقة البدنية، بل تعتمد على مدى القوة الذهنية والدقة في التركيز والاتزان عند سحب الزناد. أكثر من 200 رام من مختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة وولاية السويق شاركوا في مسابقة الرماية بسلاح السكتون على المستوى الفردي، وذلك باعتماد 3 طلقات على الهدف في وقت زمني لا يتجاوز 8 دقائق. ومن المحلية إلى الدولية تنمو هذه الرياضة مع هؤلاء الهواة والذين حققوا المراكز الأولى في بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون. أنا شاركت في بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين وحصلت على المركز الأول في إسقاط الأطباق، وحصلت على السيارة الحمد لله نيسان بترول. وخلال المسابقة أقيم معرض للأسلحة التقليدية وعدد من اللوحات التراثية لفرق الفنون العمانية المغنى. الرماية بالسكتون من أبرز الرياضات التقليدية التي تلقى اهتماما كبيرا بين أوساط الشباب، ومع هذا الاهتمام يأمل هؤلاء الهواة في إيجاد ميدان ثابت للرماية في ولاية المصنعة. ذياب بن عبد الله النوفلي من ميدان البحرية السلطانية العمانية.